كيف تعرض الصور، فتكون مثلا في بصمة معينة، يكون طريقة تصميم البوست زي كذا. هذا هو المعمول للمشورة فيه بشكل معين. كذا ابتكرنا حلو. شكل الشعار. طيب، ولا بد أن نوفر الأوراق الرسمية، الختم، الفولدر، الأشياء، الهوية، وهذه الأظرف، وهذه آخر هوية تقريبا اشتغلت عليها، وتقريبا قبل سنتين يعني. بعدين اتجهت على في مصور اشتغلت له كإعلان دورات الآن، اللي هو مصور خاص فيه. اشتغلت له على من ناحية كيف الورش يقدمه، وما شاء الله يقدم في الورش، ورش والتصوير. فأنا إن شاء الله هشرح لكم شوية تكنيكات، إيش الأشياء اللي استفيد منها في هالتصميم. الإعلانات كيف تكون، التشويقة مثلا. هذه التصاميم أيوة. في باللون الأبيض مثلا، ممكن تقترح لي يعني كذا لون، سواء أبيض أو غامق. هذه آخر هذا قبل شهرين تقريبا كان ممتاز. هذا هذه التصاميم يعني الإعلانات كتويتر يقدر يعرضها بشكل طولي، بس أحيانا الواحد يضطر إنه للإنستغرام تكون شوية مربعة. هذه مثلا تكون مربعة، تمام. بس بعرض لكم بوستات منصة كويل مثلا. هذا البوست اتجهت أنا الفترة الأخيرة أعمالي كلها كانت على منصة كويل. هذه لما وصل 20,000 على تويتر، فهذه ما شاء فكرتها. الله. مثلا مع الأزمة دحين اشتغلنا على حملة تخليك في البيت، قدم ورش مجانية، وهذه تصاميم ما شاء الله. البوستات. نحاول نضيف دائما المنزل، لو تلاحظين ورا يكون بشكل خاص لوحات البيت. ايوه، لان فكرة مسابقة هي تجذب الناس، يعني مصمم يجذب 5 مصممين معه. فهذه طريقة الانفوجرافيك راح اتكلم عنها، وفي بعض الاساسيات ان شاء الله ناخذها في عين الاعتبار تستفيدون منها. طيب، حلو. مثلا خلينا نتكلم على كود سناب. الواحد مثلا لما يجي ينزل كود سناب، ما ادري اذا في باترن كل ورا هنا باين معاكم ولا لا. ايوه. حلو، ناخذ الوان والباترن الخاص للمنصه او الهويه. طيب، من اهم الاعمال اللي اشتغلت عليها اللي هي يعني المقاربه لي، هويه كل التعليميه ابشرككم اياها كذا بشكل حصري، في اشياء ما انعرضت وفي اشياء انعرضت قبل. هذا يعتبر البراند بوك مصغر للمنصه، يكون فيها كل التفاصيل اللي نحتاجها للمنصه. واضحه معاكم؟ عندنا الشعار عندنا هنا، و الشعار عندنا بالالوان الاساسيه. الشعار لازم يكون عندك نسخه بالانجليزي ونسخه بالعربي، ويكون عندك احادي اللون، يعني بحيث تقدرون تستخدمين في خطابات رسميه او بعض التصاميم اللي يكون صعب تستخدمين فيها ملون، تمام. ممكن يستخدم بالابيض او الاسود. الالوان مهمه، المصمم ينتقي الوان اساسيه. عندنا اللون الاساسي هو الاسود، يتفرع منه لونين. بكوادها لابد الاكواد تكون واضحه في البراند بوك، حتى سواء للطباعه السي واي ام كي او الار جي بي، بحيث انه خلاص ياخذها في عين الاعتبار والكود الخاص باللون. حلو. فهذه الالوان الفرعيه المساعده في تصاميمنا. بس عشان نشرح بشكل بسيط، ايش هو الكود الخاص باللون؟ الكود الخاص باللون بحيث اي مصمم في العالم لو يوصل له هذا الكود خلاص يستخدمه، يحطه في البرنامج تطلع له الدرجه بالضبط اللي موجوده، ما تختلف ابدا، فضروري يكون متواجد هذا الكود. وهذا موجود في أي برنامج تصميم يعني؟ اي، في شركة ادوبي غالبا كل البرامج لابد يعني. الشخصيات لهوية كل التعليمية، شخصية الولد، شخصية البنت، عندنا جروبات بنات وعندنا جروبات عيال، ويعني كلهم مع بعض، وبحيث انه حتى نسوي مسابقات ومنافسة. وعندنا كمان يعني دروس مجانية تقدم على المنصة بشكل شهري، ونضطر ان نتابع معاهم ويعرضون اعمالهم. فعندنا عرض دحين درس قريب شهر رمضان مبارك، فتقدرون تطلعون عليه من خلال تويتر. طيب، من حلو. الاشياء المهمه في الهويه عندنا الخط، لابد تختارين خط واحد باوزان مختلفه او خطين، احنا مكتفين بخط جوال في المنصه. حلو. البصمه، هذه البصمه لابد تكون يعني
متواجدة في كل التصاميم، بحيث إنها خلاص تكون مرجعهم اللي فيها الحسابات، وحلو إنك توحد الحساب دائما. وهذا التطبيق لحد على الهوية بالألوان نفسها. بس هذه الأعمال تقريبا. مرة حلو ما شاء الله. نعم. عجبني الاحترافية والترتيب والتسلسل في الأفكار. إيه لابد، يعني أنت الواحد لما يوصل المنصب إنه يوصل مكان إنه يضطر يعلم الناس، لابد إنه يعلمهم على الطرق الأساسية. فجدا الواحد يعني مسؤولية إنه يخاف يعلم شيء غلط، فتضطر إنه تفهمين الأساس وتطبقينه وتعلمينه، ولابد يعني الواحد يتطور بنفس الوقت. طيب نروح للشيء اللي مرة يحمس، إيش هو؟ التركات وخطوات تعليمية. أنت قلت اليوم حنتعلم أسرار أشياء كذا، الاحتراف والتصميم. ممتاز. طيب في بعض الأشياء في قبل موضوع قبل كم يوم ركزت عليه، ركزت عليه على السناب، تكلمت عنه من التركات المهمة اللي تضيع فيها مصممين. دائما نلاحظ إنهم مؤخرا يعني بيدخل المجال يتعلم الأساسيات، يضيع وقته في الأساسيات ويتعمق فيها، و50% من هذه الأساسيات ما يستفيد منها. فدائما نقول له، دائما لما تيجي تخش على التصميم اطلع على كل حاجة، اطلع على الانفوجرافيك، اطلع على الدمج، اطلع على الموشن جرافيك، المونتاج، كل شيء تقريبا. فلما تيجي تطلع الأشياء هذه اعرف انت بالضبط ايش تبغى. اذا بغيت والله الانفوجرافيك، ابحث على ورش في الانفوجرافيك، من خلالها راح تحتاج تاخذ الادوات اللي تحتاجها وتتعلم الاساسيات. فهذه نقطة. ومعرفة الأسس الصحيحة في التصميم، يعني دائما في التصميم أعرف الأسس الصحيحة والهيكلة الصحيحة، وبعدين خذ راحتك، بدع بأفكارك. يعني من الأشياء اللي لازم تهتم فيها الهيكلة الصحيحة للتصميم، لازم تمشي بتسلسل واضح، انتقال ألوان، طريقة انتقال الألوان الصحيحة، إنه ما يكثر أكثر من ألوان، الوزن والمحاذاة ضروري، الوزن والمحاذاة يريح العين في القراية، الهوامش، انتقال الخطوط، الخط دائما يكون خط خطين في التصميم لا يكثر، وغالبا خط واحد بأوزان مختلفة انه يكون سميك او غيره. اخراج الاعمال بشكل احترافي وتسليمها. لفتني شيء قلت من الوزن والمحاذاة في التصميم، خلينا ناخذ مثال سريع كذا. الوزن والمحاذاة في التصميم، ايه مثلا عندنا مثلا تصميم، التصميم هنا الهوامش متساوية من اليمين من اليسار، تمام؟ نلاحظ العنوان مع النصوص كلها على خط واحد، لاحظتم؟ هذه بالمسطرة مقاسة، إنه إيش؟ هذه محاذاة، المحاذاة هنا متساوية، النقاط الفرعية هنا المحاذاة متساوية، الأيقونات كلها بسمك واحد بوزن واحد على نقاط واحد، هذه كلها يقدر يعدلها مصمم بعد ما يغلق التصميم، يروق عليها ويشتغل عليها على رواقه كذا بحيث تكون مروقه. السعر هنا يهمنا للورشه، فنحب نكبره ونوضحه ايش يشمل والنقاط عليه. نهايه كل تصميم يسوي زي كذا. ايوه. طب أنا عندي سؤال. يعني أنا دايما مثلا أنا لما أطلب تصميم لفاشينرز، يعني دايما أحس في شيء غلط في التصميم، بس ماني عارفة أشرحه للمصمم. يعني مثلا يا يكون زحمة، يا يكون في شيء، يعني هل في هو معادلة للفراغ الموجود في التصميم مع الامتلاء أو التكوين؟ طيب خلينا اوكي حلو جميل. هذه لاحظ انه مجذب الناس ممتاز. انا بس كنت ازوم عشان تبان معاكم. طيب هل في العنوان مرجع مثلا، لذا الشيء؟ انه مثلا زي ما قلت 16 18 حجم الخط الـ A4 لو كان ايوه اكبر. اي بالضبط. يعني مقاس الـ A4 من النصوص الداخلية الصغيرة هذه من 16 إلى 18 مناسبة جدا. النصوص الجانبية هذه تكون 25 غالبا، يعني العناوين الجانبية، البرنامج، اللعبة باختصار، شرح اللعبة، هذه تكون 25 مقاس الخط. فاشتغل على الوزن والمحاذاة والهوامش، وصدقيني التصميم راح يكون جدا موزون. فبس هذه الملاحظات اللي لازم ينتبه لها المصمم. العنوان ما له خط معين، يعتمد على حسب كثرة الكلمات فيه. فهنا ممكن اظن 72 حجم الخط على حسب يعني. طيب
هل لأنه كويل ولا ليش دائما الخلفيات غامقة؟ أنا ما راح أحب الخلفيات البيضة. لا يعني حتى كيف هنا كيف شايف البراند حقي أبيض. جميل. ايوه تفرق هي من مصمم لمصمم، غالبا بعض الهويات تكون خلفياتها غامقه وبعضها فاتحه، هويتك كلها يعتمد على الالوان الغامقه، وفعلا في بعض الناس احسهم ينزعجون منها، بس مو شرط يعني، يعني يعتمد على الهويه. وفي تصاميم كثيره في كل يستخدم الالوان الفاتحه على الابيض، يعني تكون مو مشكله يعني، نفس التصميم مثلا يعني، لو نعرف نعتمد عليها انه والله على حسب الموضوع، اذا الموضوع فرايحي، موضوع يعني شيء يفضح، هذا دائما نستخدم فاتحه، السماوي الابيض وزي كذا. اما بعض المواضيع مثلا نستخدم معها الاسود احيانا، الرماد الغامق، اذا مثلا موضوع يعني فكره الموضوع لها دور انها تعكس. لو قلت لك نصيحة عامة للتصميم الجرافيكي، أو يعني إيش the one thing، الشيء الواحد، النصيحة الواحدة اللي ممكن تعطيها للمصممين اللي يسمعونا الحين؟ النصيحة الواحدة دائما تكون اللي دائما أنصح فيها يعني متابعيني، أحس إنه أنا كثير فترة طويلة كذا قعدت مع نفسي 3 سنوات يمكن من عمري أو أيام فترة الجامعة، أحس ضيعت فيها كثير مرحلة التصميم، إنه أنا ما كنت عارف إيش أبغى، إيش التوجه والمكان اللي أبغاه صح. بس أحس إني خلال سنة لما عرفت المكان الصح اللي أنا بشتغل عليه وتصميمي تطورت بشكل مرة كبير. لما عرفت توجه في التصميم، في التصميم الثابت، في الهويات الجيالية والانفوجرافيك، خلاص أنا عرفت إني في المجال بدأت أتطور وكان تركيزي كله عليه. بس مو مشكلة إن الواحد يطلع أحيانا على الفنون الثانية، يعني مو مشكلة. طب كيف عرفت؟ يعني ايش اللمبة اللي جات؟ كيف عرفت؟ عادة هذه تكون يعني مع كثرة الممارسة، ولما تقعدين تجذبين الفن والفن هذا وتجذبينها كلها، تلاحظين والله مثلا في الدمج انا قاعد والله اعمالي مميزه في الدمج، والله في الانفوجرافيك احسها مميزه، تبان صفحه اعمالك مثلا، هذا التوجه انك تميزتي فيه، فخلاص فانت راح تعرفين سواء من مدح الناس او الاقارب والاصدقاء انه والله هذا الشيء انت ابدعت فيه. التركيز دحين جدا مهم يا محمد. يعني التخصص دحين الإغراءات كثيرة، كل الناس بيعطوا دورات مجانية، وأنت صحيح. ودك تتعلم دا ودا ودا ودا. يعني أنا كصاحب مثلا مشروع، أنا ودي أتعلم أشياء كثير، بس يعني خلاص لازم تركز على الشيء اللي أنت حيفيدك وأنت شاطر فيه. يعني لا تشتت نفسك، ركز على بالضبط. الشيء اللي أنت تبي تتطور فيه اي بس وأبدع فيه، لو لأنه يطالع لو بسيط تكون خفيفة يعني ما عندي مشكلة. أيوة لأنه لو أبدعت في شيء واحد، حتى لو أنت تخصصك مثلا تصميم شعارات باستخدام الخط العربي الكوفي، بس يعني بهذه الدقة، والله العظيم لو أبدعت يعني حيكون دخلك يوازي 5 أضعاف الوظيفة. ايوه بس إنه بالضبط ركز وأبدع بس. فعلا. وفي كل جهة عمل او اي يعني اي جهة عمل، استوديو ابداعي او شيء زي كذا، لو ندخل ونلاحظ انه والله في فريق مصممين للتصميم الثابت، فريق مصممين للموشن جرافيك المتحرك، فريق للانيميشن، فريق للمونتاج، يعني هذه هي الفكرة، وتلقى رواتبهم عالية لانه هو متخصص جايبينه في الشيء هذا، مبدع فيه، ما في احد ينافسه. ليش؟ انه كرس حياته سنواته كلها لهذه الشغله، الشيء هذا، ولا بس انه يطلع على الاشياء الثانيه بشكل خفيف يعني. طيب فدحين ركز 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 ولا تتشتتوا. عندكم كويل، عندهم دروس مجانية، عندهم دروس بالضبط. الدروس انا متنوع يعني، في كل رهيبة. الدروس المجانيه. في عندي أسئلة في ال طيب اعطينا الاسئله خلينا نشوف ايش فيها. والاحترافية، أنا أحسها مو بس إن شغلك يكون كويس، لا، الاحترافية كمان تكون على الوقت في التسليم، إنه تعرف تتعامل مع العميل، يكون عندك ذوق وأدب زي كذا. فعلا هذه مرة تفرق ترى مع العملاء. جدا هي يعني جدا ضروري، فخصوصا الوقت يعني صعب. الديدلاين ده مع المصممين دائما مشكلة، لو نلاحظه دائما في تأخير، انت ليش تضطر انك يعني تنتظر للوقت عشان تسلمه؟ حاول تخلصه قبله بفترة، هذا يكون سبب في التزامك بالوقت دائما. اما لو انك تبغى تخلص العمل دائما على الوقت،
هذا سبب انه غالبا راح يتاخر، اذا ما تاخر يعني